السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعايرة والتناسب الكيميائي موضوع درسنا لهذا اليوم. المعايرة كما تعلم عملية مخبرية يتم إجراؤها للتعرف على تركيز مادة مجهولة التركيز عن طريق مفاعلة محلولها مع محلول مادة قياسية معلومة التركيز، ويستخدم في عملية المعايرة كاشف يتغير لونه في نهاية التفاعل. وقد شرحت في درس سابق الخطوات العملية لعملية المعايرة والهدف منها، كما قمت بشرح بعض المسائل الحسابية المصاحبة لها. سأضع رابط الدرس في صندوق الوصف أسفل الفيديو لمن أراد الاستزادة وإثراء معلوماته. اليوم إن شاء الله نستكمل شرح بعض المسائل الحسابية المتعلقة بعملية المعايرة، والتي تعتبر من عمليات التناسب الكيميائي. السؤال الأول: تكتب معادلة معايرة هيدروكسيد الاسترونشيوم SROH لكل 2 مع حمض الهيدروكلوريك على النحو التالي: SROH لكل 2 أكويس زائد 2 HCl أكويس يعطينا SRCl2 أكويس زائد 2 H2O ليكويد. تمت معايرة 25 مللتر من محلول هيدروكسيد الاسترونشيوم ب 15 مللتر بالضبط من حمض الهيدروكلوريك تركيزه 1/10 مول لكل لتر. احسب تركيز محلول هيدروكسيد الاسترونشيوم بالمول لكل لتر. من المعادلة نسبة عدد المولات بين الاسترونشيوم إلى حمض الهيدروكلوريك 1:2. نحن ليس لدينا 2 مول من حمض الهيدروكلوريك، لدينا 15 مللتر وتركيزها 1/10 مولر. نحتاج إلى تحويل هذه الأرقام أو هذه المعلومات إلى مولات. قانون يربط بين عدد المولات والحجم والتركيز هو أن عدد المولات يساوي التركيز في الحجم. نعوض عن التركيز ب1/10 في الحجم 15 ملي يجب أن يكون باللتر، إذا نقسم 15 تقسيم 1000 لتحويلها إلى لتر، سيكون الناتج 0.0250 مول. نعود إلى النسبة والتناسب: هيدروكسيد الاسترونشيوم إلى حمض الهيدروكلوريك 1:2. نضع أسفل حمض الهيدروكلوريك ما يساويه من مولات، وهي 150 من 100,000 مول، تساوي كم أو تعطينا أو تتفاعل مع كم من مولات هيدروكسيد الاسترونشيوم؟ طرفين في وسطين سيكون عدد مولات هيدروكسيد الاسترونشيوم يساوي 0.3750 مول. إذا التركيز الاسترونشيوم يساوي عدد المولات على الحجم. عدد مولات هيدروكسيد الاسترونشيوم هي 0.3750 على حجم هيدروكسيد الاسترونشيوم 25 ملي، نحولها إلى لتر بالقسمة على 1000. بإمكانك إجراء عملية التحويلات قبل البدء بعملية الحل، إذا سيكون الناتج 0.0300 مول لكل لتر. هذا هو تركيز، أو 3/100 مول لكل لتر، هذا سيكون تركيز هيدروكسيد الاسترونشيوم. السؤال الثاني: تمت معايرة 20 مللتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 4/10 مول لكل لتر ب 25.25 مللتر بالضبط من حمض الكبريتيك. احسب تركيز محلول حمض الكبريتيك بالمول لكل لتر. تكتب معادلة التفاعل على النحو التالي: H2SO4 أكويس زائد 2NaOH أكويس يعطينا Na2SO4 أكويس زائد 2H2O ليكويد. الحل: نقوم بتحويل الحجوم من مللتر إلى لتر، يعني حجم هيدروكسيد الصوديوم سيكون 20/1000، يعني 2/100 لتر. وتحويل 25 و25/100 نقسمها على 1000
ستكون 0.025 لتر. طيب نعود للمسألة. من المعادلة كل مول من الـ H2SO4 يتفاعل مع 2 مول من هيدروكسيد الصوديوم. لدينا معلومات عن هيدروكسيد الصوديوم وهي حجمه وتركيزه، إذا بإمكاننا من هذه المعلومات تحويلها إلى مولات لنستفيد من النسبة والتناسب. إذا عدد مولات الهيدروكسيد الصوديوم ستكون M في V، M التركيز و V الحجم. إذا ستساوي 4/10 في 2/100، سيكون الناتج 0.00800 مول. نضع هذه المولات أسفل النسبة والتناسب، أسفل هيدروكسيد الصوديوم. إذا كان 1 مول من حمض الكبريتيك يتفاعل مع 2 مول من هيدروكسيد الصوديوم، إذا 8/1000 مول من هيدروكسيد الصوديوم ستتفاعل تماما مع كم مول من حمض الكبريتيك؟ طرفين في وسطين، سيكون عدد مولات حمض الكبريتيك عبارة عن 8/1000/2 يساوي 4/1000 مول. طيب نحن لا نريد عدد مولات الحمض الكبريتيك ونتوقف، لا، نريد أن نحولها إلى تركيز، لأن المطلوب هو تركيز حمض الكبريتيك، وهذا الهدف من المعايرة، حساب تركيز مادة مجهولة. المادة المجهولة هنا هي حمض الكبريتيك، وتم مفاعلتها مع مادة معلومة التركيز وهي هيدروكسيد الصوديوم. إذن سيكون تركيز المادة المجهولة حمض الكبريتيك يساوي M تساوي N على V، عدد المولات على الحجم، يساوي 4/1000 على حجم حمض الكبريتيك وهو 0.025 لتر، يساوي 158/1000 مول لكل لتر، وهذا هو تركيز حمض الكبريتيك المطلوب. هل دائما مسائل المعايرة سهلة ومباشرة بهذه الطريقة؟ أي أنه يعطينا حجم وتركيز مادة معينة نحولها إلى مولات، ثم من المعادلة نسبة وتناسب نوجد عدد مولات المادة المجهولة ومن حجمها نحول المولات إلى تركيز؟ بالطبع لا، هنالك أفكار أيضا إذا تمعنت فيها ستكون إن شاء الله سهلة. مثلا السؤال التالي: تمت معايرة 20 مللتر من محلول هيدروكسيد فلزي، لم يذكر ما هو الفلز، تركيزه 6/100 مول لكل لتر، بمحلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه 1/10 مول لكل لتر، وقد تطلبت العملية 24 مللتر من حمض الهيدروكلوريك بالضبط. عندما يقول كلمة بالضبط، هذا يعني أنه تفاعل أو إشارة إلى أن التفاعل تم تحت أو استخدام محاليل قياسية بعملية المعايرة. لمعادلة محلول الهيدروكسيد الفلزي: ألف، احسب عدد مولات الهيدروكسيد الفلزي المستخدمة. طيب نحن بإمكاننا كتابة المعادلة كالتالي: هو قال في دال افترض استخدم الرمز X لتمثيل الفلز، إذن سيكون الفلز X. المعلومات التي أعطانا إياها XOH لكل N، طبعا هو XOH بما أنه هيدروكسيد فلزي سيكون XOH، سيكون الـ OH لكل N. لماذا لكل N؟ لأننا لا نعرف تكافؤ الفلز، OH تركيز تكافؤها أحادي معروفة، فدائما X سيكون أسفلها 1 ولا تكتب 1، لكن ما هو تكافؤ أو السعة الاتحادية للفلز X لا ندري، إذن ستكون OH لكل N. نفترض أن تكافؤ الفلز N، ستكون XOH لكل N. أعطانا تركيزها 6/100 وأعطانا حجمها 20 ملي، 20 ملي على 1000 ستكون 2/100 لتر، إذن أعطانا معلومات كاملة عن هيدروكسيد الفلز. أيضا تلاحظ أنه أعطانا معلومات كاملة عن حمض الهيدروكلوريك، تركيزه 1/10 مولر وحجمه 24 ملي لتر على 1000، يعني 24/1000 لتر. طيب ما هو المطلوب؟ واضح المطلوب N
قيمة N المجهولة. إذن هو يستدرجنا حتى نصل إلى الإجابة. فمثلا سألك في ألف احسب عدد مولات الهيدروكسيد الفلزي المستخدمة. طيب عدد مولات ستكون تركيز في الحجم، تركيزة 6 من 100 في حجم 2 من 100. إذن عدد مولات هيدروكسيد الفلز يساوي 12 من 10,000 مول، 0 × 10^2 = 12 مول. ب احسب عدد مولات حمض الهيدروكلوريك المستخدمة. أيضا باستطاعتنا الإجابة على هذا السؤال حيث لدينا معلومات كاملة عن حمض الهيدروكلوريك. عدد مولات ستساوي التركيز في الحجم، التركيز 1 من 10 مولر وحجمه 24 من 1000 لتر. إذن سيكون عدد مولاته 0 × 10^2 = 240 مول، أو بإمكاننا تبسيطها إلى صيغة أو ترميز علمي 2.4 × 10^3 مول. لك مطلق الحرية في اختيار الطريقة التي تعبر فيها عن الأعداد مع مراعاة الأرقام المعنوية. طيب في جيم ما أبسط نسبة مولية للهيدروكسيد الفلزي إلى حمض الهيدروكلوريك؟ لاحظ أن هذه هي خطوات الحل، يعني خطوات الحل لمسألة دال أو للجزئية دال هي ألف باء جيم. الأسئلة ألف باء جيم، إجابات ألف وباء وجيم هي استدراج للإجابة على سؤال دال. طيب أبسط نسبة مولية نضع XOH لكل N و HCl، والنسبة بينهما كل أسفل كل واحد نكتب عدد مولاته. عدد مولات الـ XOH لكل N عبارة عن 12 من 10,000 مول، بينما عدد مولات حمض الهيدروكلوريك عبارة عن 24 من 10,000 مول. نقسم لإيجاد أبسط نسبة مولية كما اتفقنا، نقسم على أقل عدد وهو مولات الهيدروكسيد، سيكون الناتج 1 إلى 2. هذه أبسط نسبة عددية مولية بين الهيدروكسيد الفلزي وحمض الهيدروكلوريك. دال اكتب المعادلة الموزونة لهذا التفاعل مستعينا بإجاباتك عن الجزئيات ألف وباء وجيم. استخدم الرمز X لتمثيل الفلز. طيب المعادلة ستكون XOH لكل N زائد 2 HCl، لأن النسبة 1 إلى 2، فالهيدروكسيد سيكون 1 ولا نكتب 1 أمام الصيغة، زائد 2 HCl سيعطينا XCl2. في هذه الحالة ستكون XCl2 لأنه لدينا 2 كلور. إذن XCl2 زائد من هذه XCl2 نستطيع أن نستنتج تكافؤ أو السعة الاتحادية لإكس. واضح جدا أن السعة الاتحادية لها 2، لأن الكلور أحادي وتبادلي. إذن إكس هذه Cl2، 2 هذه عبارة عن السعة الاتحادية لإكس. إذن على طول نعرف قيمة N عبارة عن 2. ممتاز. إذن صار يجب أن نزن الماء. الماء لدينا 4 هيدروجين في الداخل، نحتاج إلى إضافة 2 في الخارج عند الماء ليكون 4 هيدروجين في الخارج. وتلاحظ أن الأكسجين 2 في الداخل وأكسجين 2 في الخارج، وبذلك تكون المعادلة موزونة.